مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاءات وحوارات الذي يبث على قناة جلسات الفضائية. واليوم سنلتقي بأبرز الشخصيات المؤثرة في الأردن على مدى 3 سنوات، والذي عرف بشعبيته وتأثيره على شباب المسلمين وغير المسلمين، ومن الشخصيات العريقة أيضا. واليوم سيكون لنا الشرف في لقاء معالي الوزير الأسبق وزير الأوقاف والشباب والرياضة الدكتور محمد نوح القضار. دكتور محمد، أسعد الله أوقاتك. أهلا وسهلا بكم جميعا، وإحنا مرحب فيكم في المدارس المحمدية. أهلا فيك، يعني سعداء جدا في لقاء. يا مرحبا دكتور. في سأبدأ في توجيه سؤال لحضرتك، وكونك صاحب مدارس المحمدية، سبب تسمية هذه المدارس بهذا الاسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الان في عالمنا اللي بنعيشه في العالم الاسلامي تضاربت كثير من الافكار، وتضاربت كثير من الرؤى والصور حول الاسلام، فكان لابد لنا ان ناخذ زمام المبادره في ان نوجد النموذج الذي نعتني به ونعتقد انه النموذج الامثل للمسلم. من هنا جاءت تسمية المدارس المحمدية من كلام السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. خلق القرآن تمثل في النبي عليه الصلاة والسلام، فاقتبسنا هذا الاسم العظيم، الاسم الكريم الذي يتفق عليه جميع المسلمين ويحبه جميع المسلمون ويعتني به جميع المسلمون، أنه محمد عليه الصلاة والسلام. فكان للاسم دور في أننا نريد أن نخرج جيل على مستوى خلق النبي عليه الصلاة والسلام، نريد أن نخرج جيل على مستوى لباقة ونظافة وأناقة وقيم النبي عليه الصلاة والسلام. فاخترنا هذا الاسم ليكون اقتباسا من الاسم الأعظم للنبي عليه الصلاة والسلام، الذي أجمعت قلوب المسلمين على محبته والاقتداء به والصلاة والسلام عليه، ونسأل الله عز وجل أن نكون على قدر هذه التسمية. دكتور محمد، ممكن تحكي لنا عن رؤية والرسالة لهذه المدرسة؟ هو قطعا أي مشروع لابد أن يكون له رؤية مستقبلية. نحن رؤيتنا أن نكون في المدارس المحمدية حاضنة لتخريج جيل جديد من الذين يمثلون أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نريد للجيل القادم أن لا يكون الإسلام مفروضا عليه، أن يكون يحيا حياة الإسلام. رؤيتنا أن تصبح المدارس المحمدية قدوة للمدارس القيمية، ولا أتكلم عن المدارس الإسلامية. نحن حريصون في المدارس المحمدية على أن لا نعطي صورة الشاب المسلم الذي يفرض عليه الإسلام. نحن في المدارس المحمدية نرحب بكل قطاعات وأفكار المواطنين، حتى لو كان المسيحي أراد أن ينتسب إلى هذه المدرسة، نحن نرحب بكل أبناء الشعب الأردني، لأن الهدف بالنهاية أن نخرج جيلا، رؤيتنا أن نخرج جيل يحمل صفات وأخلاقيات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم دكتور، كما علمنا أن هذه المدرسة توفر بيئة تعليمية مريحة جدا، يا ريت من حضرتك لو تحكي لنا عن البيئة لهذه المدرسة. بالنسبة للبيئة التعليمية، هو الناس اعتادوا دائما وأبدا أن ما يتعلق بالدين يكون لو كواليتي، وأن ما يتعلق بالدين تكون مواصفاته قليلة. نحن في هذه المدرسة بفضل الله عز وجل اخترنا أن تكون أرقى المواصفات، وأن تكون أعلى مستويات البيئة التعليمية المادية، وذلك حتى نستطيع أن نخرج الجيل الذي نريد له أن يكون. نحن في هذه المدرسة بفضل الله عز وجل اخترنا أن نكون مدرسة منافسة، بمعنى أننا ما وفرناه في داخل المدرسة من حيث البناء ومن حيث الأثاث ومن حيث الغرف الصفية ومن حيث الوسائل التعليمية ومن حيث الألواح والتكييف والتبريد المركزي والكافيتيريا الموجودة والمسبح والمسرح، كل هذه المواصفات نحن وفرناها على أعلى مستوى ممكن أن نصل له. والسبب في ذلك أننا نريد أن نقدم الإسلام منافسا، ونريد أن نقدم القيم منافسة، ونريد أن نخرج من إطار أن ما كان يعتني بالإسلام أو بالقيم يكون دائما في المستويات الدون. نحن نريد أن ننافس، ونريد أن ننافس على مستوى عالي. فما تم إنجازه في هذه المدرسة من ناحية مادية وتقنية وتعليمية ومنهجية، نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب له القبول، وقد بذلنا فيه غاية الوسع. نعم دكتور، ما هي المرافق الإضافية للمدرسة؟
المدرسة متوفر فيها الآن بفضل الله عز وجل مسبح داخلي ضمن المواصفات والمعايير والسلامة، والمسبح نفسه مفصول إلى مسبحين بحيث واحد يكون للأطفال وواحد يكون للكبار. يتوفر في هذا في المدرسة بفضل الله عز وجل مسرح متسع، لأنه المدرسة لن تكون مجرد فقط مكان للتعليم. المدرسة نريد أن نكون في هذا المكان في شفا بدران، وهي منطقة يعني خلينا نقول من المناطق البعيدة شوي في عن وسط عمان. نعم. نريد أن تتحول المدرسة إلى 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 بيئة جاذبة أن يستفيد حتى الأولياء الأمور، لأنه لدينا خطة أن يكون هنالك محاضرات شهرية لأولياء الأمور ولمنطقة الساكنين، لدينا خطط أن تكون هنالك مناهج تدريبية حتى لغير الأبناء المنتسبين للمدرسة. نريد أن تصبح المدرسة فعلا منارة علم في هذا الوسط. المنطقة التي بنينا فيها المدرسة منطقة جميلة جدا، ومنطقة سياحية ومنطقة جاذبة، وفيها أهالي سكانها من أروع ما يكون. نريد أن نقدم خدمات، لا نريد للمدرسة أن تكون في منأى ومعزل عن البيئة المحيطة. عادة المدارس الطالب يأتي الساعة 8 وبروح الساعة 2، انتهى دور المدرسة وأغلقت المدرسة. نحن نريد المدرسة أن تكون مكانا تعليميا وجاذبا للأهالي حتى فيما بعد الدوام. نريد أن تكون هنالك سلسلة محاضرات، تريد سلسلة دورات تربوية، دورات تعليمية، دورات مهنية، دورات للسباحة، دورات إلى غير ذلك. نريد حتى الأمهات القاطنات في هذا المكان أن تصبح المدرسة موئل لهذه الأمهات أن تتعلم شيئا جديدا. نريد أن نكسر فكرة أن المدرسة حاجز ومبنى طارئ على المكان. هذا المكان سيكون إن شاء الله منارة علم لكل المنطقة المحيطة إن شاء الله. إن شاء الله. يعني هي بيئة التعليم مناسبة، يعني منطقة هادئة وبعيدة عن الضجيج. نعم. بعيدة عن دكتور، في النهاية نحن نعلم أن هذه البلد تنعم بنعمة الأمن والاستقرار، يا ريت تحكي لنا كلمة عن هذه النعمة الجميلة. سيد الكريم، دائما وأبدا لا يمكن لأي مشروع أن ينشأ ولا أن ينجح إلا إذا كان في بيئة آمنة، وهنالك دول أكبر من حجما من الأردن وأكثر أموالا وأكثر أولادا وأكثر إنتاجا، ولكنها تفتقر الأمن. ولذلك نحن جزء من واجبنا التعليمي في هذه المدرسة أن ننشئ الجيل الذي يعشق الأردن. وعشق الأردن لا يأتي من خلال أغنية، الأغنية تحرك العواطف، ولكن الذي ينشئ العاطفة هو أن يعرف الطالب من هي الأردن. الأردن التي ضمت 23,000 صحابي في غور الأردن، الأردن التي فيها جعفر ابن أبي طالب، جعفر الطيار، وفيها صحابة رسول الله، الأردن التي فيها فاتح القدس، والأردن التي فيها معاذ ابن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام. نريد من خلال هذا الصرح التعليمي أن نغرس في أبنائنا محبة بلدهم، لا أن يكونوا طارئين. نريد في هذا الصرح أن يعرف الابن تعرف البنت أن انتماءها لأرضها عبادة، وأن دفاعها عن أرضها قدسية. نعم. وأنه ما من ذرة تراب في بلدنا إلا وقد جبل إما بعرق ولي أو قدم صحابي أو دم شهيد. نريد أن ننشئ هذا الجيل الذي يحمل هم البلد. اليوم معظم التربية والتعليم تعتمد رياضيات وإنجليزي، كل المدارس تدرس رياضيات وإنجليزي، كل المدارس تعطي العلوم، ولكن نحن نريد أن نوجد مدرسة تغرس حب الأرض وولاءها لآل البيت والبيئة الصحيحة. اليوم يا سيد الكريم عندما تخرج إلى إطار العمل يتفاجأ الطالب ما بين التعليم الذي قرأه وواقع الناس. نريد أن ننشئ بيئة جديدة. النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة أوجد بيئة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، علما دار الأرقم ابن أبي الأرقم كانت مساحتها 3 متر في 3، أي غرفة 9 أمتار، لكنه أنشأ منها أمة لأنه أوجد بيئة. المحمدية ستكون هذه البيئة بعون الله، التي لا تفرق بين مسلم ومسيحي، ولا تفرق بين الشمال والجنوب، ولا تفرق بين غني وفقير. نريد أن نقدم خدمة تعليمية وخدمة تربوية. أما التعليم فكل المدارس معتنية به، الذي ينقصنا الآن البيئة التربوية. في هذه المدرسة إن شاء الله سيتعلمون القيم، يتعلم ليس حفظ الصدق ولكن معنى الصدق، يتعلم معنى الصبر، يتعلم معنى احترام الوالدين، يتعلم الطفل لدينا أن قبلته على يد أمه عبادة، وأن قبلته على جبين أبيه تقرب إلى الله عز وجل. هذه القيم التي نريد أن نعطيها، وإلا إذا كان عن منهاج تربية وتعليم كل المدارس تعطي. في المدارس المحمدية نحن اخترنا أن يكون النظام الوطني الناشونال، ولم نأخذ الانترناشونال، لأن الناس توجهت عيونها وقلوبها إلى أن الانترناشونال هو الناجح. لا، نريد أن نقول أن منهاجنا الوطني منهاج ناجح إذا أحسن عطاؤه.
ولذلك إحنا الآن قد اتفقنا مع عدة جهات لعمل دورات للمعلمين والمعلمات. قبل أن يدخل التعليم لابد أن تكون هناك دورات. ستجد توحيدا بالفكر من رئيس مجلس إدارة إلى عامل النظافة أنه لا فرق، فكل واحد يؤدي الدور، لكن الفكر متحد والرؤية واضحة. نريد أن نوجد في هذه البيئة التعليمية أن الموظف شريك معنا وليس عبد مأمور. نريد أن نقدم للقطاع الخاص أن العمل الخاص ليس معناه مص دم الموظف، ولكنه إكرام للموظف ليعطيك أفضل ما عنده. نريد أن ننشئ شراكات مع الموظفين وأن يكونوا أصحاب مدرسة. مفاهيم جديد نريد تغييرها داخل المجتمع، وإن شاء الله نسأل الله التوفيق وأن يعيننا. دكتور شكرا على هذه المقابلة الجميلة وعلى المعلومات. بارك الله فيك، شكرا على الزيارة الطيبة، شكرا على وقتك الذي منحته لنا. شكرا جزيلا. شكرا.